مشاهدينا، وللحديث أكثر عن دلالات اعترافات رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني عن فساد مالي يتعلق بعمليات احتيال بتحويل الدولار وتداعياتها على العراق، معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. السلام عليكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم دكتور. يعني لماذا تأخر اعتراف رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني بحصول تحويلات احتيالية للدولار من العراق إلى الخارج، وهل يكفي هذا الاعتراف؟ حقيقة اعتراف السوداني جاء متأخرا عندما كان هو من ضمن منظومة العملية السياسية منذ 2003 ولغاية اليوم. نعم، هو موجود وتقلد عدة منافذ ومدرك جيدا أن هناك تزوير في العملة، خصوصا بالدرجة الأساسية. التزوير يأتي من خلال عمليات غسيل الأموال المختلفة و مداد العملة في البنك المركزي العراقي. نعم. وبوجود مصارف تابعة لأحزاب هو كان منتميا إليها ويعمل فيها، وهذه المصارف هي التي تعمل على تحويل العملة، حيث أن خفة الضغط الأمريكي لغاية 2021 لم يتطرق الأمريكان إلى هذا الجانب حيث تخادم المصالح، ولكن الحرب الأوكرانية الروسية وتدخل إيران في مساعدة روسيا أدى ذلك إلى الموقف الأمريكي الجديد الضاغط وركنها لملف المفاوضات النووية إلى استبعاده من عمليات التوقيع على الاتفاق. وضعت السياسه الامريكيه حاليا سياسه شديده للضغط على العراق، وهي تدرك ان طيب. الاموال التي كانت تقتضيها ايران من العراق نعم عمليات تنفيذ فيها كثيرا من القضايا الاقليميه. طيب هنا السؤال، قبل نظام السويفت كيف كانت تتم عملية تحويل الأموال الضخمة؟ وما هي ذرائع الحكومة بعدم تمكنها من الرقابة على تحويل هذه الأموال الضخمة وهي تجري بصفة يومية؟ نعم، نأخذ مثال على ذلك. نعم. 2018 نلاحظ كانت تحويلات لعمليات الاستيراد المختلفة قدرت بأكثر من 42 مليار دولار، ولكن البضائع التي دخلت إلى العراق تلك السنة لا تزيد عن 18 مليار دولار. أين المتبقي منها والذي دكتور صباح، إذا سمحت لي نأخذ فاصل قصير لأن الصوت غير واضح، فاصل مشاهدينا ونواصل عسى أن يتحسن الصوت. نرحب بكم من جديد مشاهدينا، ودكتور صباح هل تسمعنا بصورة جيدة؟ نعم أسمعك. طيب كنت سألتك يعني قبل نظام سويفت كيف كانت تتم التحويلات إلى خارج العراق، ولماذا لم تستطع الحكومة لغاية هذه اللحظة أن تضع رقابة على هذه الأموال؟ أولا كانت هناك عملية غسيل أموال كثيرة جدا من خلال عملية مبيعات البنك المركزي العراقي. نعم. وممثلة بأن جميع التجار والبنوك التي تعمل على تقديم فواتير بالبضائع والمواد المراد استيرادها من خارج العراق، لاحظ كان نعم. البنك المركزي العراقي يتقبلها، وقد يكون يعلم أنها مزورة، ولكن هي تسير بطريقة معتمدة، وتتم عمليات التحويل لهذه الأموال إلى الجهات المعنية ضمن البنك المركزي العراقي، وعن طريق بعض المصارف المسيطرة عليها القوى السياسية والأحزاب الولائية التابعة إلى إيران بنسبة لا تقل عن 40% من قيمة مبيعات البنك المركزي العراقي. ولذلك نلاحظ إذن دكتور هنا ليس الحكومة
أو ليست الحكومة لا تتمكن من الرقابة بل هي جزء من عملية التحويل؟ بالتأكيد بالتأكيد هذا لا شك في ذلك. نعم. والذين حاليا يدعون عمليات الكشف لمثل هذه الحالات المدورة في عمليات تحويل العملة ومنهم السيد السوداني جاء متأخرا جدا وبنفس الوقت يحاول أن يبرر لتصريحاته السابقة قبل استلامه للسلطة أننا سنعمل على محاربة الفساد بكل أشكاله ومنها عمليات غسيل الأموال الموجودة في من خلال مبيعات البنك المركزي لكثير من القضايا سواء تجار المخدرات والسلاح أو غير ذلك من العمليات التي تستدعي عمليات تحويل العملة إلى الخارج. طيب هذا كان في السابق دكتور، اليوم الأحزاب السياسية حملت النظام المصرفي الجديد الذي وضعه صندوق النقد الأمريكي مسؤولية هذا التدهور الحاصل للدينار، هل كان النظام مفاجئا للبنك المركزي في العراق؟ وما هي النقاط الأساسية لهذا النظام؟ ولماذا ينهار الدينار مع هذا النظام الجديد؟ النظام ليس مفاجئا، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية من 2020 كانت تنبه إدارة المال العراقي. نعم. سواء البنك المركزي أو وزارة المالية أن هناك بعض المصارف المحسوبة على جهات تعمل على غسيل الأموال من خلال عمليات بيع العملة أو عمليات الشراء حتى من داخل السوق، ولكن لم تكن هناك إجراءات ضاغطة على هذه الحركة للمال العراقي، مما أدى إلى أن القوى السياسية تصورت أن الإجراءات الأمريكية هي التي أدت إلى عملية ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي. ليس الإجراءات وإنما عمق الفساد المالي والإداري بعمليات مبيع العملة، تهريب المخدرات وغير ذلك من عمليات غسيل الأموال للسلاح وغير ذلك، كل ذلك ليس مفاجئا للقوى السياسية لأنها هي تعيش هذه الحالة في عمليات تهريب العملة ومن خلال القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية إزاء 4 بنوك في العراق ممثلة بالبنك الأنصاري والشرق الأوسط والقابض وآسيا، بأنها بنوك تمثل إيران ونحن لدينا عقوبات مالية كثيرة على إيران، فكيف تتعامل بها؟ مما أدى إلى سكوت السلطة والحكومة العراقية والبنك المركزي خضع للإجراءات الأمريكية. طيب ولذلك حتى انخفضت اليوم مبيعات البنك المركزي إلى أكثر من 40% إلى 50% من ما كان عليه قبل الإجراءات الأمريكية. طيب بالحديث بالخصوص عن هذه الإجراءات الأمريكية، في ظل هذا الضبط الأمريكي لتحويلات الدولار في العراق، لماذا تريد الحكومة حكومة السودان اليوم من واشنطن منحها مهلة أخرى رغم معرفتها سلفا بخطورة ما يجري من نزيف للعملة الأجنبية في العراق؟ ما الذي تريده من إطالة الأمد والوقت؟ أولا يجب أن ندرك أن الاقتصاد الإيراني حاليا في حالة اختناق كبير جدا بصراحة، إضافة إلى العراق عدم وضوح أي شكل من أشكال الحلول التي يعيشها العراق حاليا، وخصوصا أن سياسة الحكومة الحالية الممثلة والتي جاءت من تكليف الإطار لها لاحظ تحاول أن تعمل على دعم الإجراءات واستمرار الحكومة دون اللجوء إلى انتخابات مبكرة قادمة، وتحاول أن تغطي على طبيعة الفشل الحالي الموجود. ولذلك نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استبعاد التفاوض مع الحكومة العراقية في هذا الجانب، تزيد من عملية الضغط على إيران التي تطلب الولايات المتحدة الأمريكية
أن تبتعد إيران عن كل إشكال الدعم للحرب الروسية الأوكرانية، ولكن هذا في اعتقادي قد يؤدي ذلك إلى إجراءات محتمل حتى أن تكون عسكرية وغيرها لحل مشاكل كثيرة جدا، ومنها تحاول إيران أن تنقل التناقضات الداخلية في داخلها إلى الخارج، ولكن هذا يبدو مستبعدا جدا. ولذلك اللاعب السوداني يحاول أن يصل إلى أمريكا من خلال الوساطة الأوروبية عن طريق فرنسا. من عمان الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم.